هاي جايز، طبعا واضح اني قاعدة اجهز ملابسي عشان نطلع للرياض. ما راح نطول، تقريبا بنقعد 3 ايام 4 ايام يعني بالكثير، فيدوب اني اخذت لي كذا كم لبسة، بجامتين، اشياء كذا بس بسيطة، لاني ما ودي اكثر، لاني ما البس الصراحة هذه الملابس كلها. وباخذ شوي ميك اب، غسولي، فرشة أسناني. آخذ هذه الشنطة بحط فيها الميك اب حقي، مرة أحب هذه الشنطة، جتني هدية من الكويت. أحط فيها مو بس الميك اب، أحط فيها الغسولات، أحط فيها حرفيا تكفي كل شيء يعني. ويا بختار الحين معاكم الميك اب اللي راح آخذه. الحين قاعدة أحط الميك اب اللي راح آخذه، فأول شي حطيت فاونديشن، بحط هذه الماسكارا. إيه صح، بقول لكم، تخيلوا حصلت الكونسيلر حقي. إيه أنا شاري واحد جديد، بستخدم القديم. الميك اب اللي صفيت عليه مرة قليل، مرة بس خلاص، يعني أحس إنه مرة كفاية. باخذ لي بس فرش ميك اب، باخذ هذا العطر اللي ماسكات للعيون، مع أنا أدري ما راح نحطها، بس يعني كذا في الليل ريلاكس. طيب جايز، اليوم أبغى أوريكم قناة رزام سيستر فلوكس. القناة هذه برضو من القنوات الجميلة اللي تعرض يومياتها، تنزل لكم فلوقات ومشتريات، كل شيء يخص البنات. تقدرون تستفيدون من قناتها كثير، أكيد قناتها راح تكون مثبتة لكم بصندوق الوصف، وبعد راح اثبتها لكم بالتعليقات. ابغاكم بس تشوفون اخر فلوج هي منزلتها، مره حلو، اللي هو الفلوج العيد. لا تنسون سويت لي فطور مسكين، السندويش بس انتحر. المهم بفطر وخلاص بنمشي. ليه عادي، مو من كثر انا. شوفوا جدتي وش عطتنا حق الطريق. ننام فيه، كل مكان فل، فقاعدين نشوف ندور. أبشركم الحمد لله حصلنا مكان. عجزنا هذه لليوم لأن ما حصلنا مكان، فنبغى ننام بس، وبكرة عاد بنشوف بندور مكان ثاني. صباح الخير، طبعا خلاص ناخذ اغراضنا نروح مكان ثاني. الحين رايحين رياض بارك، بس جو مرة حار، يعني قريب من جونا الأمانة، يعني ما في فرق. نعم.
ايه هذا هو صح؟ ايوه هذا هو. شوفي شوفي حقي ماخوذ اكثر شيء منه. ايه 29 كان ب 69 صار ب 29. مرة حلو. سوينا على كثير اشياء خصم اليوم. ايوه اذكر حتى بالفلوج اللي صورته جنب فرع الرياض الاشياء مرة غير صدق. يعني عندكم اشياء حلوة ببينك. ايش هذا؟ ايش كذا؟ والفرع اللي هنا جاي فاضي يعني ما في زحمة. احنا فرع واحد بالشرقية زحمة مرة. شوفوا هذه نفس العطور اللي انا اخذها بس هذه جاي حجمها مني. شوفوا هالتيشيرتات انا مرة احب البيض كذا حلوة. الزبدة راح ندخل هذا الفيلم عاد يقولون مرة حلو وتوه نازل بعد فبنشوفه. حجزنا راح يبدأ الفيلم الساعة 7. حاليا راح نطلع من رياض بارك ندور لنا وجهة ثانية بعدين نرجع. شوفوا جينا هذا رويال مول. دايما بنات رياض يمدحونه من ناحية محلات العبايات كلهم يقولون عباياته شيء مو طبيعي أسعاره يعني كويسة تعتبر فجايين نشوف العبايات اللي عنده. الله يدمعك أنه في نيسيا مول اللي بالخبر عندنا نفس الشيء بس هذا ذهب عبايات عن حقنا فساتين. وين؟ يلا ما الحين بنروح نشوف عاد بعدين نشوف العبايات. ترى كذا والله نفس شو خلاص تقريبا راح يبدا فيلم من الحين فرجعنا عشان نشوفه. لا خوفني جامد مرة حلو كان كذا. أقل كل صوبي نص دار يمين نص دار يسار. يلا دي جي هوبي أغانو تام تويست اليوم لازم في الحب تويست لابس كاشخ ساير أستانس حيل. كنا بنروح ريد سكوير بس زي ما انتم شايفين الدنيا فل الناس كذا متلصق ببعض فمره مو جوي ابدا ابدا. الظاهر اننا بنطلع بنشوف لنا مكان ثاني. يعني جايين ريل برجر كثير يمدحونه ف كل طلعة هالمرة على مدحكم. يعني شكله مرة يومي الريحة الحالة حلوة. صراحة مرة يومي وكل شيء فريش وكذا. الزبدة إني راح آكل
وانام وابدا معكم ان شاء الله بكره بيوم جديد. صباح الخير. طلبنا اكل. جينا سنتيريا. هالوقت ما ينفع الا مجمعات مره حر. هذا المول كله براندات يعني ما في شيء، عشان كذا اساسا فاضي ما في احد. بس حلو مرة. كان مرة حلو بس لسه جديد ما فتحت كل المحلات، فصاير مرة فاضي. نشوف خلنا كذا فرة ونطلع الحين. تكفون خالتي خلت كل مقاهي الرياض وجت هذا. والله حلو. امشي امشي. ايش اسمه؟ توتي. تقول مرة قهوته لذيذة يعني. عاد بنشوف ناخذ تيك اواي. هذا اللي بعد شوي. بس لا عجبني والله ما يصير. هذا حق اخوي وهذا حق خالتي. شوف. يلا امسك. عاد بالشرقية مو عندنا فقلت اجيب الرياض. امانة وش ذا؟ والله حلو. ادخلي شوفي كم دور. شو حلو البزارين في اشياء مرة كيوت. تكفون رانيا مرة حلو صح؟ والله اشياء كيوت. اشوف معليش يونس. ايه هذه الماسكات صراحة حلوة. باخذ لي انا كم واحد باخذ هذا اللون مرة حلو والله. حتى انا شوفوا هذا مرة حلو كيوت. شكلي باخذ لي هذا قطبي. هذي احسها حلوة والله. حلو والله صدق حلو. هات لي واحد. زي ما تشوفون جينا البوليفارد. الحمد لله كويس انه فاضي ما في زحمة. تروحين جبان تلقى السيارة تروحين جبان تلقى
الطريقه لان خلاص راح نمشي اليوم. فهذا خطورنا الشتاء وحيما جاء حن الغريب ورجاله اعود مع الغيب نحكمه.